تعالوا اقول لكم ازاي ممكن تعملوا بيكنيك حلوه زي كده وتجيبوا الاكل كله من بره وفي نفس الوقت ما تدفعوش كتير. بما ان الجو حلو دلوقتي والعبور كمان مليانه اماكن حلوه نقعد فيها، فقررت بقى نغير الروتين شويه وننزل نتغدى تحت ونعمل بيكنيك سوا. واكتر مكان بحب دايما اطلب اكل منهم في العبور هم كوبا. ده كافيه ومطعم موجود في الحي السادس، وجربت اكلهم كتير قوي وبصراحه بثق جدا في نظافه الاكل، ده غير ان اسعارهم حلوه قوي. واهم حاجه بقى ان الدليفري الفتره دي عندهم فور فري، يعني الاكل بيوصل لكم لحد البيت ايا كان مكانكم فين من غير ما تدفعوا فلوس الدليفري. وده بقى اللي حصل، الاكل وصل لحد البيت واخدته ونزلنا بقى ناكل تحت. واكتر حاجه بقى بتعجبني ان الاكل بتاعهم بيجي سخن ومتغلف كويس جدا ومش متبهدل، ودي دايما بتبقى معاناتي في الاكل اللي بطلبه دليفري. واهم حاجه طلبتها بقى من عندهم هي البيتزا تشيكن رانش بتاعتهم، ومن غير مبالغه هم جامدين قوي فيها وبيعملوها حلو قوي. طلبت كمان لنفسي سيزر سالاد علشان بحاول اظبط اكلي الفتره دي. وده بقى اللي بيعجبني في كوبا ان المنيو عندهم متنوع جدا، يعني زي ما عندهم انواع كتير من السلطات فعندهم برضو انواع كتير من البيتزا والباستا والبرجر، والاكل كله كان جاي سخن كاننا بناكل في المطعم بالظبط. وطبعا القعده دي مش هتكمل غير لما نحلي باحلى مولتن كيك من عندهم. واحلى حاجه ان البيكنيك اللذيذه دي ما كلفتناش كتير خالص علشان اسعارهم حلوه قوي وكل فتره بيعملوا عروض جديده.